سفيان الزياني في مهمة في اتجاه دولة كندا من أجل قبل تتم الخدمة، ورا غادي دابا باش غادي نفوت كندا باش نشوف. وكتشوفوا يعني من الغرب أنه الدرس ديال الخدمة فيها باش غادي يمشي. سبحان الله، يعني الرجل هو اللي يخدم. تحياتي السي سفيان، والله يجلسك على خير اخويا سفيان. يلا تهلا، الواحد كيمشي بالملابس ديال الخدمة ديالو كيمشي في اتجاه دولة كندا. تحية للجميع، وطلبوا مع سفيان يوفقوا الله حتى هو يمشي يشوف ذاك العالم الآخر إن شاء الله. حضرت كيستنى التور ديالو باش يكونفيرمي البيي ديالو. كما كتلاحظوا الملابس ديال الخدمة جاهزة، يعني قالوا له معاه توصل للمطار مع الخدمة.